مرحبا. في درسنا الأول رح نتعرف على كلمة أوركسترا وأصلها ومعناها ومن شو بتتكون. اشتقت كلمة أوركسترا من اللغة اليونانية وهي معناها خشبة المسرح، المنطقة الأمامية المخصصة للفرقة الموسيقية أو لفرقة الإنشاد، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية من عائلات مختلفة، مثلاً الآلات الوترية والآلات النفخية الخشبية والآلات النفخية النحاسية والآلات الإيقاعية. منسمي الأوركسترا الكبيرة في بعض الأحيان أسماء مثل الأوركسترا السيمفوني، الفيلهارمونيك أوركسترا، ومرات بتضم 100 أو أكثر من 100 عازف. وكمان منسمي الأوركسترات الصغيرة بأوركسترا الحجرة واللي بتضم أقل من 50 عازف. تقاد الأوركسترا من قبل شخص منسميه قائد الأوركسترا، المايسترو باللغة الإيطالية، وبالإنجليزي منسميه الكوندكتر ومعناها الموصل، يعني هو الشخص اللي بوصل إشاراته ورؤيته وأحاسيسه للعازفين حتى يأدوها. بيحمل القائد بإيده عصا مخصصة بحيث أنه بيعطي فيها إشارات دقيقة لضبط السرعة، لعلو الصوت، انخفاضه، بالإضافة لضبط البداية والنهاية للمقطوعة الموسيقية. منسمي عازف الكمان الأول في الأوركسترا برئيس الأوركسترا، وبيلعب دور كتير مهم في قيادة العازفين. خلال هذا الفيديو رح نتعرف على كل قسم من أقسام الأوركسترا أو اللي منسميه العائلة، مثلاً عائلة الوتريات، عائلة النفخيات الخشبية، عائلة النفخيات النحاسية، وأخيراً عائلة الآلات الإيقاعية. خلينا نسمع هلأ فيديو مقطوعة من أداء الأوركسترا، وهي السيمفونية رقم 40 للموسيقي الألماني فولفغانغ أماديوس موزارت. وبالمناسبة هذا اللحن اقتبسه الأخوين رحباني وغنت عليه السيدة فيروز أغنية يا أنا يا أنا. خلينا نسمعهم، بشوفكم بالدرس الجاي.